الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد البنت اللي هي زوينه بزاف واللي سميتها كاتيا واللي عندها 20 عام واللي كتعيش مع جدها. وهنايا كيبان لنا واحد ثلاثه ديال الشباب اللي كانوا كيشربوا الخمر في البالكون، واي بنت دازت من تما كيتبسلوا عليها. واحد شويه هي تبان لنا كاتيا اللي دازت من داك الشارع وكانت عجباهم، ونقز واحد فيهم قال ليه بلي كيعرفها حيت قرات معاه في الثانوي، وملي عيط عليها هبطوا عندها لتحت، وملي هضروا معها حاولوا باش يقنعوها تطلع معاهم الفوق حيت الصديق ديالهم عنده الميلاد. في الاول ما بغاتش تطلع معاهم وقالت لهم بلي جدها كيتسناها، ولكن بقاو كيطلبوا فيها وكيرغبوها، وفي الاخر وافقت. وملي دخلت للدار بانوا لها بزاف ديال القرعه ديال الشراب اللي كانوا محطوطين تما، وما كانتش مرتاحه وكانت باغا تمشي بحالها، وعطاوها واحد الكاس باش تشربوا. واحد فيهم قال لهم بلي كاتيا عندها صوت زوين وكتعرف تغني. وملي كانوا كيديو كيجيبوا معاها في الهضره، واحد فيهم دار لها واحد المخدر في الكاس وشربته كاتيا وهي ما عارفاش بلي فيه المخدر. وبدا داك الشاب اللي حداها كيتقرب منها، ولكن هي عاقت به ونط باش يمشي بحالها. واحد شويه هما يحاصروها بثلاثه بهم، وبداو كيتصرفوا معاها شي تصرفات فشي شكل. واحد فيهم هجم عليها وضربها، وهي كانت كتحاول تدافع على راسها وتقاومهم، ولكن هي ما قدراتش حيت تحموا عليها بثلاثه واغتصبوها. وملي سالاو خلاوها تمشي بحالها وداروا لها الفلوس في الصاك ديالها باش تسكت وما تعاود حتى شي واحد. وملي كانت خارجه لاحظت دوك الفلوس في الارض، والنفسيه ديالها تحطمات. وهذاك الوسطاني اللي لابس قميجه زرقاء كان خايف بزاف، ولكن صحابه قالوا ليه بلي هذا الشيء عادي، وزيدون انت باك بوليسي وما غتخاف من حتى شي حاجه. وملي دخلت كاتيا للدار ما قدرش تحبس البكية والدموع، وملي شافها جدها تخلع وخاف عليها بزاف، وشاف فخادها كلهم مقموشين وكيسيلوا بالدم. وهنايا فهم داكشي اللي وقع ليها واخا ما سولهاش، وقال ليها شكون اللي دار فيك هذه الحاله، وقالت ليه ولاد الجيران. وجدها تعصب بزاف وبقى فيه الحال، وخرج من الدار وكانت في يديه واحد المطرقه، وحلف حتى يمشي يفلقهم كاملين، ولكن جارو ما خلاهش ونصحو باش يعلم البوليس. وفعلا البوليس حضروا في ديك الساعه وشدوهم ثلاثه بهم، وداك البوليسي اللي مكلف بهم كان معصب بزاف وقال ليهم ضروري تعترفوا بداكشي اللي دار ولا غيديهم كاملين للحبس، وتما غادي يعاملوهم دوك الحباسه اللي غيلقاو تما كيف ما عملوا هاد البنت. وهنايا وصل البوليسي بابط الولد اللي كان لابس القميجه الزرقاء، وقال البوليسي الصديق ديالو باللي غيديهم لداك المكتب الاخر باش يحقق معاهم، ولكن داك البوليسي اللي شدهم قال لي غير كون هاني انا اللي غنحقق معاهم، وتقريبا اعترفوا بكل شيء. ومن غير هاد الشيء لقاو لا طراس ديال الدم في داك ليزار، وقال ليه بلي 100% هادو غيدوزوا للمحاكمه، ولكن نيكولاي ما بغاش يتزعزع من تما وقال لهم انا اللي غنديهم الحقاق معاهم حيث من طبيعه الحال خايف على ولده. وهنايا كنشوفوا المساعد ديال البوليسي اللي مكلف بالقضيه واللي ساكن حدا جد كاتيا، وهو اللي نصحو باش يعيط للبوليس، واللي علمهم بلي هادي ماشي اول مره اللي كيديروا فيها هاد الفوضى، وديما كيصدعوا الجيران في داك الحي، وديما نهار الاربعاء كيقصروا وكيدخلوا البنات للدار. وملي سمع نيكولاي هاد الهضره خرج من تما، وملي فاق الجد ما لقاش كاتيا حداه، وعرف بلي هي دخلت للحمام وكانت كتهضر مع راسها في المرايه وهي ما متقبلاش هاد الشيء اللي وقع عليها. وقال ليها جدها واخا يعيط على ديك الطبيبه اللي ساكنه فوق منهم باش تجي تشوفها، ولكن كاتيا ما بغاتش، وقالت ليه بلا ما يعرف حتى شي واحد بهذا الشيء اللي طرا ليها. ولكن جدها قال ليها بلي الحي كله عارف شنو واقع حيت البوليس جاو شدوا داك المجرم. ومن بعد البوليس عيطوا على الجد باش يدوز لعندهم الكوميسيريه، ودا معاه حتى كاتيا. وملي دخلت كاتيا عند محقق واللي هو صاحب نيكولاي، وبقى كيشوف في كاتيا وكيضحك عليها، وقال ليها انت السبب في هذا الشيء اللي وقع لك حيت انت اللي مشيتي معاهم، وقال ليها باينه فيك درتي هذا الشيء بالعاني باش تجوجي بشي واحد فيهم. وملي سمعت كاتيا ديك الهضره اللي جرحتها بزاف بقات غير كتشوف فيه وتصدمات. وملي رجعت للدار بقات كتهضر في المرايه مع راسها، كرهت ديك العداله وعرفت بلي ما غاديش تقدر تاخذ حقها بالقانون، وما بقات باغا منهم والو. وملي سمع جدها ديك الهضره بقى فيه الحال بزاف. وفعلا دوك الثلاثه خرجوا براءه وكانوا ناشطين مع راسهم وفرحانين بحال الا ما وقعت حتى شي حاجه. وكان الجد دايز من تما وملي شافوهم قرب لعندهم، وملي شافوه سولوه قالوا ليه شنو بغيتي يا عمو، ورد عليهم الجد باللي هو غير كيشوف فيهم باش يحفظ الملامح ديالهم، ولكن هما ما داوهاش فيه حيت قالوا هذا غير شي باني وما يقدر يدير والو وما عارفينش شنو كيدور في راسو وشنو يقدر يدير. من بعد مشى عند واحد صاحبه اللي كان في المحكمه وكان صديق ديالو بزاف، حيت الجد كان في العسكر قبل ما يتقاعد. وملي عاود ليه القصه ديالو وقال ليه داك الصديق ديالو بلي هو ما يقدر يعاونو في حتى شي حاجه. وملي خرج من عنده بقى كيفكر شنو غيدير، وكانت عنده واحد الدار صغيره وقديمه بزاف باعها لواحد السيد ب 5 مليون، حيت هو قرر بهاد الفلوس باش يجيب لها حقها بزز. وملي رجع للدار سلمت عليه كاتيا وقالت ليه بلي نيكولاي بات الولد جا عندهم وعطاهم شي فلوس، وجدها بقى فيه الحال بزاف وشد دوك الفلوس ومشى عند نيكولاي ورماهم في وجهه. وهكذا بقى الجد كيدوز الوقت بزاف في الشرجم حيت كيراقب دوك الشبان شنو كيديروا والاوقات اللي كيتجمعوا فيها في ديك الدار. من بعد مشى لواحد البلاصه اللي كيبيعوا فيها السلاح ولقى غير الفراده بزاف تما،
وقال لهم بلي هو كيقلب على شي قناصه، وجا عنده واحد الشاب وقال له داكشي اللي كتقلب عليه راه هو عندي انا، ومشى معاه توصلوا للبلاصه اللي فيها سلاح ووراه ديك القناصه، والجد عجبته بزاف وشراها منه. وملي رجع للدار لقى مامات كاتيا جات وجابت معاها صاحبها وجات لعندهم حيت عرفت داكشي اللي طرا لبنتها. وكان الجد عجبو الحال حيت كاتيا غتواسيها ماماها وغتخفف عليها، ولكن لغد ليه ملي جلسات حداه قالت ليه بلي هي محتاجه الفلوس، وهنا يعرف بلي هي ما جاتش على قبل بنتها بلي هي جات غير على قبل الفلوس. وقال ليها انا ما عندي ما نعطيك، وقال ليها بلي الفلوس رجعوهم لمولاه. وقالت ليه علاش رجعتيهم، انا غنمشي ناخذهم من عنده. وملي سمع من هذيك الهضره تعصب بزاف وجرى عليها من الدار. من بعد مشى الجد طلع على صحابو اللي كيلعب معاهم ديما الشطرنج، وبقى معاهم شويه وهو يطلع للفوق، وبقى واقف في الشرم وهو حاضي دوك الاولاد بثلاثه، وكان واحد فيهم كيشرب البيره، بقى كيتسناه تحت ديك القرعه في حجره وبغى يحلها. وفي ديك اللحظه تيرى فيه الجد بديك القناصه وجاتو الضربه في المنطقه الحساسه ديالو، ودغيا خبى السلاح ديالو وهبط عند صحابو باش يكمل معاهم اللعب ديال الشطرنج، باش الا جاوا البوليس يلقاوه تما معاهم. من بعد جا الاسعاف ودا داك الولد للسبيطار، وجاو البوليس عند الجد وسولو حيت هو المشتبه الوحيد من بعد داكشي اللي داروا في حفيدته، ولكن هما ما لقاو عليه حتى شي دليل، ولقاوه كيلعب الشطرنج مع صحابو. وملي دازو شي ايامات بقى عاوتاني كيراقب واحد فيهم اللي كان جالس في الطوموبيل وكيتصنت الاغاني. مشى الجد هز القناصه ديالو تيره في ديك البلاصه اللي فيها المازوت وتفرقعت الطوموبيل، ولكن داك الولد كاع ما مات، ولكن شعلت فيه العافيه خاصه في المؤخره ديالو، والناس كاملين تجمعوا عليه وما عرفوش شكون اللي دار داكشي. وداك البوليسي نيكولاي مشى هضر مع ولده وقال ليه بلي هاد المره غتجي النوبه ديالو، وقال ليه الا ما حطيتيش راسك راه غتموت. وداك الولد كان اصلا خواف، وملي سمع الهضره ديال باباه زاد تخلع اكثر واكثر. ودابا كنشوفو كاتيا اللي سمعت شي واحد كيدق الباب، وملي فتحات لقات جارهم البوليسي كيضحك معها وسولها على جدها، وقالت ليه بلي هو خرج وما كانش هنا. وقال ليها داك البوليسي بلي هما صيفطوه باش يقلب الدار، وبقى كيقلب. من بعد مشى بحالو. من بعد جا عندهم نيكولاي باش يقلب الدار مزيان حيت خايف على ولده، ولكن ما لقى حتى شي حاجه. ومشى عند الجد وبقى كيطلب فيه وكيرغبو باش يخلي ولده في حاله، وباللي عنده غير هو في هاد الدنيا. وقال ليه الجد باللي هو ما غادير ليه والو، ولكن دابا راه وقع داكشي اللي غيوقع. وملي سمع نيكولاي هاد الهضره تخلع بزاف ومشى كيجري عند ولده، ومشى كيدق عليه الباب بالجهد. والولد ملي سمع داك الدقان تخلع بزاف وكيتسحب ليه واش جايين يقتلوه، داكشي علاش تيرا في باه، وهكا تيرا فيه بالخطا وقتلو حيت كان في واحد الحاله ديال الخوف اللي كانت خايبه بزاف. من بعد داك البوليسي اللي مهتم بالقضيه اتصل بالسبيطار ديال الحماق باش يجيو يديوه. من بعد داك البوليسي الجار ديال الجد اللي ديما كيتعاطف معاه قال ليه هاجي راه بغيت نهضر معاك، وملي مشى عنده لقى عنده القناصه ديالو، وقال ليه ملي كنت كنقلب في دارك لقيتها وجبتها لهنا خبعتها. قال ليه حيت انا متيقن بلي دوك ثلاثه كيستاهلوا داكشي اللي درتي فيهم وداكشي علاش عاونت. وملي رجع الجد للدار لقى الحفيده ديالو كتغني واحد الاغنيه اللي كانت زوينه وعامره بالامل، وكتقول فيها بلي هي دابا ولات كتبرى من داك الجرح اللي اثر فيها. والجد كان كيسمعها وكيبكي وارتاح دابا حيت هو فرح بزاف من اللي انتقم من هادوك اللي تكرفسوا ليه على الحفيده ديالو. الى عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناه وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.